عشر اقتراحات لرمضان، لو طبقتوها أوعدكم بإذن الله سيكون هذا الشهر من أحسن أشهر رمضان اللي عدت عليك. واحد، اعتذر، المفروض ما ندخل رمضان وعلينا مظالم لأحد، نسوي قائمة بكل الناس اللي ظلمناهم ونعيد المظالم لأهلها. لو كان اللي ظلمناهم أحياء فنعيد المظالم، لو كانوا أموات فنتصدق عنهم وندعو لهم. اثنين، احرص على كم آية فهمت من القرآن وليس كم آية قرأت من القرآن، ففهم الآيات أعمق أثرا في النفس من مجرد قراءتها، فيصير التركيز على كم آية فتحت لك آفاق جديدة وكم آية أثرت في قلبك خلتك تبكي وليس كم سورة قرأت وكم مرة ختمت القرآن. ثلاثة، صوم عن سيئات الأفكار، اختار فكرة سيئة دائما بتجول في بالك وقرر أن تصوم عنها تماما خلال 30 يوم في رمضان. فمثلا تصوم عن التفكير في الجنس الآخر، أو تصوم عن الحسد، أو تصوم عن سوء الظن، أو تصوم عن التركيز على عيوب الناس. أربعة، صوم تماما عن كل وسائل التواصل الاجتماعي لعدة ساعات يوميا، حدد ساعات معينة تغلق فيها كل وسائل التواصل. كثر تعلقنا بوسائل التواصل الاجتماعي يمنعنا من أن نحلق مع الله سبحانه وتعالى في الروحانيات. خمسة، تصدق يوميا، مو بس تتصدق يوم من أيام رمضان، اجعل لكل يوم من أيام رمضان صدقة. ممكن تحط فلوس في ظرف وأي أحد يجيك ممكن تتصدق منها، ممكن تزور الجمعيات الخيرية في بلدك وتتبرع، وممكن عن طريق الإنترنت في كثير مواقع لجمعيات خيرية فقد تأكد أنها موثوقة ومعتمدة في بلدك وتبرع عن طريق الانترنت. 6، احرص على صلاة الفجر في المسجد أكثر من حرصك على صلاة التراويح في المسجد، فصلاة الفجر فرض وصلاة التراويح سنة، لو استطعت الجمع بينهما فهذا جيد، ولكن إذا عليك أن تختار واحدة منهم فلا شك أن صلاة الفجر في المسجد أعظم أجرا وأثرا. 7، سامح، وهذه صعبة على بعض الناس، شوف واحد ظلمك أو غلط عليك وسامحه، ليس لشيء فقط لوجه الله، سامح لتسامح، واغفر ليغفر لك، واعف عن الناس ليعفو عنك الله، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 8، تطوع، فرق بين أنك فقط تتصدق بمال وبين أنك تنزل بنفسك وبجهدك وتساعد الناس وترفع عنهم البأس والمعاناة. 9، حسن إفطارك، فأقلع بقدر المستطاع عن كل الحلويات والسكريات، فشهر رمضان هو شهر الصوم وليس شهر الحلى والأكل. 10، كن عبد لإسم من أسماء الله الحسنى، أول يوم رمضان أقرأ كل أسماء الله الحسنى واختار اسم وتأمل فيه وكن عبد له، وخلال الشهر أبحر وتعمق في هذا الاسم، اقرأ كل ما قيل عن هذا الاسم ومعانيه، اقرأ كل الآيات اللي ذكرت هذا الاسم وتفسيرها، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر رمضان شهر تحول للأحسن. اللهم يا محول الحال والأحوال حول حالنا لأحسن حال.